أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة مستجدات الأوضاع في جزيرة سقطرى. أدان محافظ محافظة سقطرى رمزي محروس قيام المندوب الإماراتي وعدد من عناصر المجلس الانتقالي بالاعتداء على مؤسسات الدولة بالمحافظة، وأضاف في بيان له أن المندوب الإماراتي خلفان المزروعي المسؤول عن مؤسسة خليفة اقتحم مؤسسة الكهرباء بمعية عناصر من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا وسحبوا مولدات الكهرباء. وقال إن ما يقوم به المندوب الإماراتي وأدواته من الاعتداء على مؤسسات الدولة أمر مستهجن ومرفوض ويجب التوقف عنه فورا، موجها الأجهزة الأمنية بتعزيز حماية مؤسسات الدولة والوقوف أمام مخططات التخريب والعبث بخدمات أبناء المحافظة. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل ستنجح الإمارات هذه المرة في فرض سيطرتها على المحافظة؟ وما هي مقومات القوة لدى السلطة المحلية في مقاومة العبث الإماراتي؟ نشاهد التقرير ثم نبدأ النقاش. سقطرى درة اليمن في المحيط الهندي، وهدف الإمارات من حربها على اليمن. بشتى الطرق الممكنة تحاول أبو ظبي السيطرة على الجزيرة واستمالة سكانها، ودوما ما كانت تنكشف مطامعها وتصطدم برفض شعبي واسع لتحركاتها. انقلبت الجزيرة رأسا على عقب أثناء التواجد العسكري، وخرجت المظاهرات وهتف الناس حتى بحت حناجرهم. وفي منتصف مايو من العام 2018 كان رئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر جنبا إلى جنب مع السكان المناوئين للتواجد العسكري الإماراتي، وتحت الضغط الشعبي والموقف الحكومي الرافض لتواجدها أخرجت القوات العسكرية الإماراتية بوساطة سعودية. لكن أبو ظبي أرادت الجنوح للعاصفة لتعود مجددا من النافذة عبر إغراق الجزيرة بميليشيا المجلس الانتقالي التابعة لها لتفرض سيطرتها على الأماكن الحيوية في الجزيرة. أمس الأول كانت الجزيرة على موعد مع استقبال وفد إماراتي استفز مشاعر الناس والسلطة المحلية. محافظ سقطرى رمزي محروس أدان قيام المندوب الإماراتي وعدد من عناصر المجلس الانتقالي بالاعتداء على مؤسسات الدولة بالمحافظة، وأضاف في بيان له إن المندوب الإماراتي خلفان المزروعي المسؤول عن مؤسسة خليفة اقتحم مؤسسة الكهرباء بمعية عناصر من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً وسحبوا مولدات الكهرباء. وقال إن ما يقوم به المندوب الإماراتي وأدواته من اعتداء على مؤسسة الدولة أمر مستهجن ومرفوض ويجب التوقف عنه فورا، موجها الأجهزة الأمنية بتعزيز حماية مؤسسات الدولة والوقوف أمام مخططات التخريب والعبث بخدمات أبناء المحافظة. إذن أهلا بكم، نبدأ النقاش. معنا من سقطرى شيخ مشايخ سقطرى عيسى بن ياقوت السقطري، وأيضا ينضم إلينا من سقطرى أيضا السكرتير الإعلامي للمحافظ محمد بن طعري. نبدأ مع الشيخ عيسى بن ياقوت، مرحبا بك معنا شيخ عيسى. بداية، ما الذي حدث أو يحدث في جزيرة سقطرى؟ مرحبتين وأهلا وسهلا فيكم وأمسي عليكم بالخير وعلى المشاهدين الكرام. أولا، ما حصل يوم أمس من الاعتداء على مؤسسات الدولة ونهب محتوياتها أمر مرفوض وسلوك مستهجن ترفضه جميع المرجعيات والقوانين الدولية، وعلى جميع القوى الحية في المجتمع رفضه واستنكاره، وعلى المجتمع الدولي والإقليمي أن يتحرك لوضع الحد لهذه الممارسات من قبل دولة يفترض أن تكون حليف يساعد ويساهم في تعزيز حضور مؤسسات الدولة ودعمها، إلا أن ما يقوم به الأشقاء الإماراتيين ولاحظوا لا زلنا نتحدث عنهم كأشقاء، رغم ما يبذلوننا بسلوك معتد وتصرف أرعن. نقول ما يقومون به هو تصرف خاطئ. اقتحام المؤسسات ليس من وظيفة الإماراتيين في اليمن، دعم الميليشيات ليس من مهام التحالف والإماراتيين في اليمن،
تجنيد مرتزقة واستخدامهم للاعتداء على اليمنيين وعلى مصالحهم ليس من مهام التحالف اليمن. يجب أن ننصحهم وأن نذكرهم إنهم يغردون خارج الصرب ويسيرون على منحدر مخيف، وإنهم يكرسون واقعا وقياما لا يقبلونها على أنفسهم في ديارهم وفي وطنهم. ومن الطبيعي إن الناس والمجتمع اليمني بشكل عام والمجتمع السقطري اليوم لا يقبل بما تمارسه مؤسسة أو بما يسمى مؤسسة خليفة بن زايد ومندوبها خلفان أو مندوبه خلفان المزروعي. على الإمارات نحن نحذر، نعم، ونقول للإمارات ومندوبها في اليمن عليها أن تصحح في اليمن، على الإمارات ومندوبها في اليمن أن تصحح من سلوكها دون تأخر أو ستجد نفسها منبوذة خارج التحالف وخارج التوجه العربي والإقليمي. على المندوب الإماراتي، نعم، على المندوب الإماراتي اليوم أن يعيد ما نهبه من مؤسسة الكهرباء في سقطرى دون شرط أو قيد. نعم، تفضل بالبقاء معي. نعم، تفضل بالبقاء معي الشيخ عيسى. السلطات المحلية والأمنية في سقطرى القيام بواجبها في حفظ الأمن وحماية المصالح العامة ومؤسسات الدولة. نعم، تفضل بالبقاء معي شيخ عيسى بن ياقوت من سقطرى. نعود إلى أو نذهب إلى ضيفنا السكرتير الإعلامي للمحافظ محافظة سقطرى محمد بن طعري. سيد محمد، متابعتك لما جرى في الجزيرة خلال اليومين الماضيين. تصريحات لنقل المحافظ كعلى سلطات المحافظة. نعم، تفضل بالبقاء معي محمد. نعود إلى الشيخ عيسى بن ياقوت معنا من سقطرة. سيد عيسى، كيف تقيم أداء السلطة المحلية حيال الأحداث الأخيرة والتي أدت إلى الاعتداء على المؤسسة الكهرباء في الجزيرة؟ اهلا وسهلا اخي العزيز. حسب ما سمعنا من المكتب التنفيذي للسلطه المحليه اشجب ذلك الاعتداء، ولكن موقف المؤسسات العسكريه والامنيه تجاه ما حصل مريب وعجيب. كيف لا تحرك ساكن امام اعتداء صارخ وسافر امام المواطنين في عز النهار، تنقل مولدات ومحولات وترفع برافعات دون أن يكون للأمن حضور وردة فعل، كيف ذلك؟ لا ننكر أخي العزيز، لا ننكر أن الاحتياج إلى الخدمات في سقطرى مات جدا. الدولة لم تقدم الخدمات المطلوبة ولم تقم بواجبها تجاه السقطريين،
ولا زالوا منذ 40 سنة يعيشون حالة من إطفاء والتهميش وانعدام الخدمات في كل المجالات. لكن هذا كله لا نقايضه بكرامتنا ولا بأمننا ولا بتوحدنا ولا بخصوصيتنا ولا بخصوصية الأرخبيل ومميزاته. قد نكون فقراء نعم، لكن لا نخضع ولا نركع إلا لله سبحانه وتعالى. قد نكون بحاجة إلى الكهرباء والماء والوقود، لكن تمسكنا بكرامتنا وهويتنا ووطننا لا مساومة عليها. من جاءنا من الباب اليوم وباحترام ليساعدنا نقول له أهلا وسهلا ومرحبا به، ولسنا من الجاحدين والناكرين. ومن جاءنا من النافذة سيلقى ما يجعله يدرك خطاه ويرجع عن غيه، إن كان به ذرة عقل وبه ذرة كرامة وبه ذرة من الرجولة والشهامة. سيد عيسى، هناك أيضا هل المواطنين في محافظة سقطرى لديهم القدرة على مقاومة هذا التحركات أو العبث الإماراتي؟ ونحن أيضا نشاهد أن مثل ما ذكر في بيان أن هناك أفراد من أبناء المحافظة شاركوا في في مداخلتك أن هناك خلط ما بين العمل الخدمي والعمل السياسي من قبل الإماراتيين. كيف تابعتم مشاعر الناس في الجزيرة تجاه هذه التحركات وهذا الخلط من قبل الإماراتيين؟ الناس في أرخبيل سقطرى رغم منهم بحاجة إلى توفير الكهرباء، لكن هناك احتياج شعبي من المواطنين بالطريقة التي تم فيها سحب مولدات ومحولات كهربائية تحت حمايات ميليشيات خارجة على النظام والقانون. وكان الأولى للأشقاء في دولة الإمارات أن يدخلوا من الباب ويتواصلوا مع السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة إن كان لديهم تعاون وحلول لانقطاع الكهرباء، وإن اتفقوا مع السلطة المحلية. وأعتقد أن السلطة المحلية لا تمانع شيء من مصلحة المواطنين ويحقق توفير الخدمة لكل إن يتم الاستعانة، لكن إن يتم الاستعانة بميزانية منشوية تتبع المجلس الانتقالي ويعتمد على مؤسسات الدولة وينهبوا منها معدات شبكة، وإن تبرعت بها مؤسسة خليجة بن زايد للأعمال الإنسانية فهذا أمر غير مقبول. نعم، هل لا يزال المندوب الإماراتي المزروعي موجود في الجزيرة وما هي الأنشطة التي يقوم بها؟ نعم، موجود حاليا موجود في محافظة أرخبيل سقطرى ويقوم بأعمال يعني خارج عن النظام والقانون، ويعني
خارج عن دعم السلطه، ياتي عبر ميليشيات يدعم ميليشيات وميليشيات خارج عن النظام والقانون. بخصوص افراد المجلس الانتقالي، هل هم ايضا متواجدين في الجزيره وما هي الاعمال التي يقومون بها ايضا؟ نعم، هناك اعمال للمجلس الانتقالي، اعمالهم كل اعمالهم هي تاتي في تقويض عمل السلطه المحليه، او يعني ياتي يعني بسلطه موازيه للسلطه الشرعيه. هل هناك قوات وحشد للسلطة المحلية تقوم الآن بتنفيذ ما أمر به المحافظ حول مسألة تطويق الأماكن التي تم نقل إليها المولدات، أم هل هناك تحركات أمنية في الجزيرة بعد هذا بعد هذه التطورات؟ نعم، هناك اجتماعات، وهناك اجتماعات مع قوات التحالف الممثله بالمملكه العربيه السعوديه والمشايخ والاعيان، وهناك تحركات مع الصلب في المكتب التنفيذي واجتماعات يعني على ليخرجوا بحل سالم لكل الاطراف. نعم، السكرتير الاعلامي للمحافظ محمد بن طعري، شكرا جزيلا لك. نعود الى ضيفنا من جزيرة سقطرى شيخ مشايخ سقطرى عيسى بن ياقوت السقطري. شيخ عيسى، برأيك ما هو موقف الشرعية بعد هذه التطورات؟ هل سنشهد موقف قوي ورادع لهذا التدخل وهذا العبث الإماراتي في الجزيرة؟ نعم أخي العزيز، احنا حقيقة بهذه الساعات المقبلة إن شاء الله نأمل من رئيس الجمهورية عبد الرب المنصور ومن الحكومة الشرعية أن يكون هناك قرار رادع لهذه التصرفات الرعنة من الشقاء الإماراتيين ومن مندوبهم في سقطرى، ونأمل من المملكة السعودية أن تقوم بواجبها كقائد للتحالف، برغم ان هي متواجده في سقطرى اليوم وتشاهد وترى كل ما يحدث في سقطرى، ان تقوم بواجبها كقائد للتحالف وتعيد الامور الى مسارها الطبيعي في سقطرى خلال الساعات القادمه. وإلا نعم شيخ عيسى، لكن في حال لو تخلت الشرعيه عن جزيره سقطرى وعن ابنائها وعن ايضا حتى السعوديه، اذا في حال انها تخلت عن جزيره سقطرى، هل لابناء سقطرى القدره على مقاومه هذا التحركات الاماراتيه على الارض وتغيير الوضع فيها واختراق السياده اليمنيه؟ نعم اخي العزيز، احنا كابناء سقطرى وكمشايخ سقطرى وكشخصيات ابناء سقطرى الاجتماعيه نقول كلمتنا. خيارات لدينا خيارات كأبناء سقطرى المشروعة في الدفاع عن مؤسسات الدولة وعن مصالحهم العامة والخاصة قائمة ومتاحة. لن نقبل الاعتداء على مؤسسات الدولة، لن نقبل الاعتداء على أي كان، إن كان من الإمارات أو من السعودية أو من أي جهة كانت، وعلى الجميع الالتزام بالنظام والقانون. لن نقبل تعكير صفو المجتمع أو لن نقبل تعكير صفو المجتمع والفوضى والانقسام والصراعات المفتعلة من قبل قوم موجودين. ونقول نحن أبناء سقطرى الكلمة لنا الأخيرة، نحن كأبناء سقطرى لنا كلمة نقولها في وقتها، وإن كانوا الإماراتيين يريدون أن يتصرفوا مثل هذه التصرفات فنحن نكون موجودين، وستكون لنا كلمة ويكون لنا موقف ويكون لنا خيارات أخرى. نعم. لكن نقول على الحكومة الشرعية القيام بواجبها في سقطرى وفي كل المحافظات المحررة. نعم. وتقديم الخدمات، ولا يكفيها الإعلان دائما إنها شرعية، لا يكفينا من الشرعية إنها تعلن إن نحن شرعية. نعم. أكتبوا للناس ما يحتاجوه، قوموا بواجبكم يا الشرعية. أين أنتم يا الشرعية؟ رئيس عبد الرب منصور هذه والحكومة الشرعية اللي نحن اليوم قاعدين نتكلم فيها وندافع عنها في كل موطن وفي كل أرض، في المهرة وفي سقطرى وفي جميع المحافظات. اليوم نناشدكم أن تقوموا بواجبكم في سقطرى، اليوم
نناشدكم أن تقوموا بواجبكم في سقطرى، هذا البلد الآمن الذي لا يوجد فيها أي مشكلة إلا المشاكل المفتعلة من قبل. تقوم بعملية بلطجة واضحة، تقوم بسرقة الكابلات وسرقة المولدات وتعطيل الخدمات ومحاربة الدولة بأشكال يعني بأشكال الممارسات البلطجية. هل يمكن القول أن الإمارات أحكمت سيطرتها على الجزيرة بعد هذه الممارسات طيلة هذه الفترة؟ لم تحكم سيطرتها، كل ما في الأمر أن هناك فراغات أمنية تستغلها بشكل جيد، تمكنت من تسريب العشرات من الحزام الأمني وسلحتهم، ثم أنها تستغل التواطؤ الذي يقوم به بعض ضباط الشرطة الموجودين في أرخبيل سقطرى. لا شك أن قيادة السلطة المحلية هي قيادة وطنية صلبة وأظهرت موقفا وطنيا تستحق عليها الشكر، لكن أيضا هناك قيادات أمنية ويعني تمارس نوع من الخيانة لوظيفتها ولمسؤوليتها الدستورية في هذا الأرخبيل، وهي التي تقوم بعملية التغطية على الصف والإنارات الذي تريد أبو ظبي من خلاله أن تظهر لأبناء سقطرى أنها هي القوة الفعلية على أرخبيل سقطرى. نعم، ماذا عن دلالة التوقيت سيد ياسين حول وصول مندوب الإمارات واستفزاز السلطة المحلية حول قضية قد لا تكون بتلك الأهمية؟ لا، هو طبعا الإمارات لم تتوقف عن 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 عمليات فرض الهيمنة في أرخبيل سقطرى، لكن أنا أعتقد أن العملية الأخيرة التي وصلت حد نهب ممتلكات الدولة في أرخبيل سقطرى هي جاءت بعد أيام طبعا من صدور البيان المشترك الإماراتي السعودي الذي يبدو أنه أبقى الإمارات تفويضا للتصرف داخل الجغرافيا اليمنية على النحو الذي نراه اليوم، سواء في محافظة عدن أو في شبوة أو في محافظة حضرموت أو في سقطرى، يعني كأن الإمارات تسابق الزمان استغلالا للظرف الذي أتيح لها عقب صدور البيان المشترك والذي عكس رغبة السعودية في إلقاء الإمارات هو مهيمنة على الساحة اليمنية، وهي طبعا وهو سلوك طبعا يتناقض تماما مع إرادة الشعب اليمني ومع إرادة السلطة الشرعية الذي أو التي يفترض أن نعم بالنسبة لإرادة السلطة الشرعية نعم بالنسبة لإرادة الشرطة الشرعية التي ذكرتها، كيف تنظر إلى موقفهم من هذه التطورات في الجزيرة؟ هل سنشهد ردة فعل قوية مثل ما حدثت في عام 2000 في مايو 2018 من مندغر حول أنه ذهب إلى الجزيرة ومكث فيها وفرض أمرا قويا ثم تدخلت الوساطة السعودية؟ هو طبعا التجاوزات الإماراتية تزامنت مع وجود رئيس الوزراء وكانت أصلا ردا على وجود رئيس الوزراء، وكأن أبو ظبي استيقظت على من حلم